ربنا يقدرنا على فعل الخير. محكمة! التاجر عرفان موجود؟ موجود يا فندم. والشاهد موجود؟ موجود يا حضرة القاضي. السيد سعدون موجود. قل يا راجل، انت قلت ان انت شفت مخزن التاجر عرفان وفي بضاعة للسوق البراني؟ حصل يا قاضي. حصل كيه؟ كيه؟ عرفت منين انها للسوق البراني؟ ما هي واضحة كيه الشمس. كيه الشمس ده عنديك انت، لكن هنا في المحكمة لازم شهود ودلائل. يا كبير الدرج، انت رجالتك لما راحوا مخزن التاجر عرفان لقيوا فيه بضاعة للسوق البراني؟ في الحقيقة وكله بالقانون، هم لقيوا المخزن انما ما لقوش بضاعة. الله اكبر! كيه يعني؟ ده انا شفته بعيني. بعينيك كيه؟ ما قلت لك هنا محكمة، يعني لازم شهود وبراهين. ايه؟ انت بتتهم التاجر عرفان في ذمته وضميره وما ينفعش كده. وانا ذنبي ايه؟ كنت لحالي لما شفته لوحدي. لحالك لما شفت لوحدك؟ قلت لك لازم شهود. التاجر ايه غير سمعة؟ انت لما تضر في سمعته يبقى بتضر في كل حاجة. كمان انا اللي ظلمته واثرت على سمعته. ايوه. لذا ارتئينا نحن القاضي تمراز الحكم ببراءة التاجر عرفان. الله أكبر! والحكم بالسجن 6 شهور على الشاهد لشهادة الزور. وفيه كمان تهمة إزعاج الدرك. هو أزعج الدرك كمان؟ كنت نايم ساعة لما جي والله يا تمراز. لا 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 لا. لذا ارتئينا نحن القاضي تمراز تعديل الحكم من 6 شهور لسنة مع النفاذ. انتهت المحاكمة. الله أكبر! الله أكبر! يا عالم حرام! حرام يا عالم! بقى ده جزاتي! ده جزاتي عشان قلت كلمة حد!